السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نواصل في تحضير الشهادة بإذن الله، شهادة الأرى السياسة، واليوم راح يكون موجه لل permission Linux File System Permission. حنشوفه كيف يتعامل معه، معنى كل واحد على الفايل على الفولدر، كيف تتعامل معها بطريقة ذكية. الشيء الأول اللي لازم نتحدث عليه لما نتحدث على البرميشن، عندكم أول شيء هو read، أشياء تعرفوها read و write and execution، لكن لازم واحد يأخذ حذره في هذا الشيء لأنه كل واحدة عندها معنى على حساب الفايل ولا الديركتوري. معناتها إذا تكلمنا على R بالنسبة للفايل، شو معناتها هذه؟ معناتها أن المحتوى الفايل يمكن نشوف، يمكن نشوف المحتوى باستعمال الكات ولا باستعمال لاس ولا باستعمال إيش شيء تاني. معناتها الآر على الفايل، الآر على الفايل هو إمكانية مشاهدة المحتوى. أوكي، هذا بالنسبة للآر. الشيء الثاني هو ورايت. ورايت معناتها يمكن إحداث تغييرات على محتوى هذا الفايل، هذه معروفة. بالنسبة للإكس هو إعطاء الـ possibility أن ننفذ هذا الفايل على شكل أمر. أوكي، execution يولي أعمل عليه execution عادي. هذا بالنسبة للفايل. بالنسبة للديركتوري، الأشياء تتغير شوي. شو يتغير فيها؟ الإكزيكيشن شو معناته؟ هو معناته أني يمكن أدخل على الديركتوري باستعمال السيدي. أوكي، يمكن أنك تروح على الديركتوري باستعمال الأمر السيدي ولا الكوماند سيدي. أوكي، لكن من ممكن أنك تدخل على الديركتوري، لكن مش ممكن أنك تشوف محتوى الديركتوري. هذه البوسيبيليتي أنك تشوف المحتوى هي وظيفة الآر. أوكي، هي وظيفة الآر، معناتها يمكن أعمل ألاس على الديركتوري. الآن إذا كان عندك ديركتوري عنده الـ X بس ما عنده الـ R، يمكن تدخل عليه وما تشوف محتوى. أوكي، إذا كان عنده الـ R يمكن تشوف محتوى لكن مستحيل أنك تدخل عليه. أوكي، نجيو الثالث permission اللي هو write. write على الديركتوري مهم كتير، لأنه إذا كان عندك البرميشن ورايت على الديركتوري، معناتها أي فايل في الديركتوري كان ديركتوري بحد ذاته وداخل فيه سب ديركتوري ولا فايلات، يمكن تعملها ديليت. أصعب شيء، حتى ولو لم تكن أنت صاحب الفايل. أوكي، حتى لو كان صاحب الفايل روت، إذا كان عندك الورايت على الديركتوري، بالطبع لازم يكون عندك اكس علشان تدخل عليه. ودخلت على الديركتوري، اي شيء فيه يمكن تعمل له ديليت، ويمكن تنشأ فيه اي شيء تحبه. اوكي، مفهوم البرميشن؟ لازم واحد يفرق بين البرميشن على الفايل والبرميشن على
ديركتوري مش نفس الشيء. الريد على الفايل معناتها استعمال، يمكن إمكانية استعمال الأمر كات ولا لاس، ممكن استعمال الألس على الديركتوري في حال كان عنده الآر. لو رايت بالنسبة للفايل يمكن تغيير محتوى، إحداث تغييرات على المحتوى وعمل سيف، لكن بالنسبة للديركتوري هو توتال كنترول على الديركتوري، معناته إذا دخلت على الديركتوري يمكن أني أمسح أي محتوى داخل الفولدر، ويمكن أني كذلك أنشأ أي محتوى داخل الفولدر مع أني مثلا لست صاحب هذا الفولدر. أوكي، هذه الأشياء اللي لازم واحد يحطها في باله لما يتعامل مع البرميشن. كاين شيء ثاني، بعض الأحيان يكون عندنا في ناس تشوف شيء آخر من غير كل هذا، اللي هو مثلا نشوفه بعض الأحيان في تي شيء ثاني يمكن نصيبه كذلك الاس، وهذه عندها خصائص بالنسبة لكل نوع من الفايل في السيستم. إذا أخذنا التي على الفايل، ما في permission اسمه التي على الفايل، أوكي؟ نسد تي على الفايل، ما في تي على الفايل. خلينا نروح على التي على الديركتوري. التي على الديركتوري شو معناته؟ معناته ستيكي بيت. وستيكي بيت شو معناته؟ معناته إذا كان عندك W permission ولا ال write permission على الديركتوري وحاطين لك التي، أوكي، على الأوردر، هذه على الأوردر، معناتها مش ممكن أنك تتعامل مع محتوى أنت مش صاحبه، معناتها مستحيل أنك تمسح فايل أنت مش صاحبه، ولا تمسح ديركتوري أنت مش صاحبه. هذه تعمل لك بروتكشن على الفولدر اللي عندهم permission RWX. في هذه الحالة لما نحط التي راح تتغير الكتابة وتصبح RWX RWX RWT. أوكي، إذا كان فرضا أنه X أصلا ما فيه، قبل X ما كان كاين X، هون هذا المكان كانت مثلا الماينس، معناتها ما عندي بيرميشن على الفولدر وحطيت ستيكي بيت عليه، شو بيصير هنايا؟ راح يكون عندك upper case تي كبير. اوكي، التي كبير معناتها اني حطيت ستيكي بيت على ديركتوري ما فيه الاكس. اوكي، خلينا نروح على الاس. الاس بالنسبة للديركتوري، اوكي، يكون على الجروب، معناتها الاس وين نشوفوه؟ الاس نشوفوه في مكان الاكس. اوكي، ونفس الشيء اذا ما كان عندك اصلا اكس في البداية يكون اس كبير. وشو معناتها الاس؟ الاس على الديركتوري هي من المفروض اذا كان هذا الاونر هو يوزر، هذا صاحب الديركتوري وهو صاحب هو الجروب نفسه، لما بنحط بنعمل مثلا انشاء اي فايل راح ياخذ مباشرة يوزر والجروب اللي محطوطين على صاحب
الإنشاء. أوكي، صاحب الإنشاء معناتها إذا كنت أنا أنشأتها بيوزر، راح يكون اليوزر جروب، يوزر هو الأونر، ويوزر هو الجروب. راح نشوفه أمثلة باش تفهموا بها هذا الشيء. معنى إذا حطيت الآس، وشو معناتها؟ معناتها أنه أي شيء راح أنشئه داخل داخل الديركتوري راح يكون باسمي. أوكي، أنا اللي أنشأته، بس الجروب مش راح يكون الجروب اللي تم به إنشاء الفايل، صاحب اللي تم به إنشاء الفايل، بس الجروب اللي موضوع على الديركتوري. أوكي، خلينا نشوفوها بطريقة تانية. مثلا أنا عندي ريبرت ديركتوري اسمه ريب، صاحبه هو الأونر، هو يوزر، والجروب هو يوزر. أوكي، وعندي بيرميشن مثلا RWX RWX. دخلت أنا باليوزر، أنا حاليا باليوزر، يوزر مباشرة. شو معناتها؟ معناتها إذا دخلت باليوزر وعملت touch file one، معناتها الفايل وان إذا شفته راح يكون الأونر هو يوزر. ليش؟ لأنه الأونر هو يوزر، وراح ناخده ما يسمى بال principal و group. أوكي، principal group بالنسبة لليوزر اللي نجيبوه من pass w دي. خلينا نروح نشوفو example عليه. أوكي، مثلا راح ناخذ مثال. إذا عملت أنا مثلا touch file على المكان اللي أنا فيه بالأراش سياسة، وعملت ls minus l على نفس الفايل، راح تشوفوا باللي أراش سياسة هو صاحبه، وبالنسبة للجروب هو أراش سياسة. هذه الجروب مين جبناه؟ جبناه من، راح أعمل جراب على أراش سياسة. جبناه من هون، من هذا هو الجروب. وهذا الجروب إذا عملت راح نشوف اسمه في قائمة الجروب، راح تصيب لي أنه هذا الجروب هو RCS. أوكي، راح تحول على الروتس. أوكي، وأعمل توش تاتش في نفس المكان RCS فايل روت. أوكي، نروح نخش أعمل ls minus l على كل الفايلات اللي تبدأ بالفايل. راح تشوف أنه اللي عمل له اللي عمل له creation أخذ ed وجي دي تاع اليوزر اللي عمل له creation. راح نحط تغيير الآن. CH مود هي تشينج مود اللي يمكن أن نغير بها هذا المكان. معناتها إذا حبيت أغير هون راح نشوفوا كيف تغيرها. هذا هو الأونر، permission اللي يخص الأونر، هذه permission اللي تخص الجروب، وهذه permission اللي تخص أوذر. معناتها إذا ما كان لصاحبه ولا للجروب الناس الأخرى. وإذا حبيت أزيد مثلا نزيد اس هون راح نشوف نعملو mkdir عشان نعمل creation folder. أوكي، ونسميه demo permission.
اوكي راح نشوف بيرميشن. خذوا بالكم اذا راح تشوف البيرميشن تاع ديمو يمكن تعمل مباشره هاي وتشوفوها. اذا انا حاب نشوف بس البيرميشن تاع ديمو نجيب ديركتوري اللي يخصني هو، لانه اذا عملت الاس ما يسال بهذه الطريقه راح يشوف لك محتوى الفولدر، مش راح يشوف الفولدر، ما راح يشوف البرميشن على الفولدر، راح يشوف البرميشن على محتوى الفولدر. بهذه الطريقه نزيدوا لها الاوبشن اللي هو دي ونقول له انا مهتم بالبرميشن فقط على الديركتوري مش على الكونتين. وتشوفوا عنه انا راح اغير الاكس هذا ارجعه اس. كيف ارجعه؟ سي اش مود. هذا المكان بيخص من؟ يخص الجروب، معناتها اعمل اس على ديم ارجع اشوف. شوفوا انه حدث الاس الان وراح اغير صاحب الجروب، راح اغيره على روت. اوكي راح اخذ هنا احسن. اوكي اذا عملت من المفروض ان انشانا امبارح يوزر سميته جروب ديمو راح نشوفه اذا عندنا اي ديمو. اوكي شو راح اغير؟ راح اغير صاحب تشينج اونر. اوكي وراح نبدله بس ال الجروب الديمو. اوكي شوفوا انه هذه الخاصيه غير مسموح بها حتى لصاحب الفولدر. هذه خاصية للسوبر يوزر. شو راح نروح؟ راح نروح للسوبر يوزر. اوكي هوم ديمو وراح نشوفه من جديد اس على حتشوفوا انه اصبح ديمو. اوكي الان شو راح اعمل؟ انا من المفروض اذا عملت تاتش على فايل في ديمو يكون باسمي اللي هو اراسياسا وبالجروب نتاعي اللي هو اراسياسا. اذا حدثنا هذا الشيء راح نعمل له الاس ما يسال هالمره على المحتوى الالكتروني راح تشوفوا انه اخذ. شو راح نغيره؟ راح نرجعه للطبيعة اللي كان عليها في البداية. اوكي راح نغيره شاون شي اس مود جروب حيلو الاس على ديمو. اوكي وراح نشوفه انه الاس راح ونديره نفس الشيء تاتش من جديد هذا المرة باثنين. اوكي وراح نشوفه من جديد محتوى رجع شو مباشرة. لا بالرغم انه الديمو لازال الجروب اللي محطوط عليه ديمو بيرميشن هو ديمو، وهذه خاصية احدثناها بزيادة الاس على الجروب. اوكي بالنسبه للستيكي بيت. اوكي بالستيكي بيت راح نعطوا مثال يخلينا نعرفوا شو اهميته. دير مثلا داتا هو اذا عملت لاس على داتا يعطيه البيرميشن ديفولت بيرميشن. اوكي الديفولت بيرميشن راح نتحدثوا عليها في مناسبه اخرى. الان خلينا في البيرميشن اللي اعطاهم لنا راح نغيروا البيرميشن سي اش
مود يمكن انك راح نزيد ال W في الجروب وفي الاوذر، يمكن تزيد في الجروب في الاوذر تزيد لهم W اوكي على الداتا. يمكن نفس الشيء واحد اللي يستعمل هذه يستعمل مباشرة الأرقام عوض. خليني أشرح لكم بس الأرقام بسرعة ونرجعوا على ستيكي بيت. لما بنتحدث على الأرقام أوكي، لما بنتحدث على الأرقام هي في سي اش مود وتشينج مود عندها طريقتين للتعامل معها. تشينج مود إما تحط change mode وهنا الفايل ولا الديركتوري، عندك symbolic method ولا numeric method. شو معناتها؟ خلونا ناخذ شيء انه كل شيء عندنا هون rwx هو في الاصل جاي من البينر. هذا هنا هو 2 أس، هذا 2 وهذا 1 وهذا 0. معناته إذا أخذنا الـ X هو يأخذ في النوميريك القيمة 1 إذا كان حاضر، إذا ما كانش حاضر معناتها 0. ونفس الشيء هون، بس هنا عندنا 2 أس 1 اللي هو 2، وبالنسبة للآر 4. معناتها إذا قلنا بالنسبة للأونر 7 معناتها أنها أخذ كل البرميشن. خلونا ناخذ عنا عملنا آلاس ماينس آل على شيء خرجت لنا هذا الشيء X R W. شو معناتها؟ ما تنسوا أن هذا بيخص الأونر، هذا بتخص الجروب، وهذه الثلاثة الأخيرة بتخص الأوذر أوكي. معناتها إذا أخذنا بالنسبة للأونر راح نرجعوها أرقام، عنده في الآر موجود معناتها 4، عنده الدبليو موجود معناتها 2، عنده الإكس موجود معناتها 1. راح أعمل المجموع راح يكون عندي 7. نفس الشيء راح نستعمله مع الجروب. الجروب عنده الار معناتها 4، عنده الدبليو ما عنده معناتها 0، وعنده الاكس معناتها 1، معناتها هنا رجعنا 5. راح ناخذه الاوذر. الاوذر شو عندها في الار؟ ما عنده ار، ما عنده W، ما عنده معناتها 0. وهذه هي نفسها الكتابة بال إذا حطيت TS mode 750 معناتها راح أعطي possibility لليو الأونر يكون عنده كل البرميشن، للجروب يكون عندهم بس برميشن علشان read والexecution، والorder ما عندهم حتى حق في هذا الفايل ولا هذا الفولدر. خلينا نشوفه مثلا إذا حبينا نضيفه هذا راح نروح لهذه rwx rwx وهذا نزيد له بس ال r. عندكم طريقة أنا شو خصني من الحالة اللي كانت قبل أنه أضفنا شيئين اللي هما W وضفنا هنون الآر. الآر ضفناه الأوذر والW ضفناه له. إذا استعملنا CH مود يمكن أعملها ترجمة مباشرة لجروب أضفنا له W والR والأوذر
أضفنا له الريد على الفايل، ولا إذا آخر واحد حاب يستعمل النيميريك راح يعمل ترانسفورميشن للأرقام، وراح يكون عنده هنا 7، هنا يكون عنده 7، وهنا يكون عنده 4 اللي هو الآخرين فيهم 0، يحطه 7 7 4 على الفايل ولا على ريبر. أوكي، مفهوم هذا الشيء؟ هذه الطريقة. واحد يقول لك أنا كيف راح تدخل في بالي كل هذه الأرقام؟ هذه حكاية مداولة، واحد يداولها بكثرة الاستعمال راح تتعودوا عليها عادي. وشيء كثير مهم أنك تكون، هذه من أهم الأوبجكتيف في الامتحان. أوكي، خلونا نرجع على الديمونستريشن، نروح نشوف ستيكي بيت حاليا. إذا شفنا هي معناته أنه أنا راح أعمل تاتش في الداتا الفايل روت. أوكي، ونشوف محتوى الداتا، حتشوفوا باللي الداتا شكون يقدر يكتب فيه، بس صاحبه اللي هو الروت. بس إذا طرحت السؤال شكون يقدر يمسح هذا الفايل، راح تقول أنه صاحبه بالضرورة، لكن لازم تشوف إذا كان الناس اللي عندهم W على الداتا كذلك عندهم البوسيبيليتي. أنه إذا شفنا هنا كل الناس على W، معناتها أي واحد يمكن يمحي هذا الفايل اللي أصلا تم إنشاءه عن طريق الروت. إذا رجعنا هون بالطريقة يعني راح نروح فايل، راح يطلب confirmation، أعمل داتا، باي باي الفايل، مع أنه فايل لا علاقة لي به. وإذا شفنا الآن داتا راح تشوفوا باللي راح كل شيء. CSMod Other ولا تحطوها بشيء ثاني اللي هو Data، هذا هو Special Permission. Special Permission إذا كان الواحد معناتها Sticky Bits على Folder، إذا كان اثنين معناتها SUED على الاس اللي شفناه على الجروب، على الجروب مثلا قادر تحطه على الجروب، وقادر يكون عندك الاس على الاونر، يكون عندك هنا 4. اوكي، راح نشوفه من جديد. الاس ماينس، تشوفوا انه حطينا دي تي من جديد. راح ننشئ الفايل من جديد اللي هو data root، ونحاول أن نعمل delete من جديد. بالنسبة للـ confirmation شو قال لك؟ قال لك operation no not permitted، مع أني أنا مو صاحبه وعندي الـ W على الـ على الديركتوري، معناتها عندي كل الصلاحيات على الديركتوري، لكن بستيكي بيت الصلاحيات نقصت، أصبحت مخول أنك تتحكم بطلاقة ولا بسهولة في أشياء التي تخصك. شيء ما يخصك ما عندك عليه أي permission في ال delete. اوكي، هذا sticky bit. راح نشوف شيء ثاني. اذا شفنا مثلا وكل الناس تعرف هذا الفايل، هذا الفايل هو الفايل اللي محطوطين عليه كل الباسورد، معناتها كل الاش نتاع الباسورد محطوط في هذا الفايل. راح نشوفه
في يوزر مانجمنت. لكن اذا شفنا احنا البرميشن اوكي، هذا الماينس الاول معناتها انه فايل برميشن بالنسبه للاونر اللي هو الروت ما عنده اي حق، الجروب اللي هو روت ما عنده اي حق، والاوذر ما عندهم اي حق. انا مثلا اذا اخذنا الار سي اس اللي هو يوزر راح يدخل في خانه الاوذر، ونطرح السؤال هل يمكن الار سي اس انه يغير كلمة السر تاعه ولا لا؟ بالطبع يقدر يغيرها، لكن المشكلة أنه ما عنده البرميشن أنه يكتب على الشداو. بس لما نشوف هذا البوسيبيليتي فيها إن هذا الحكاية راح نشوفه أي فايل نستعمله علشان نغيره الباسورد هو الأمر باس دبليو دي. اوكي راح نشوفوا البرميشن على الباس دبليو دي اللي هو وهنا تشوفوا باللي عنده شيء ثاني اللي هو الاس وما يسمى بالست اي دي. الست اي دي شو معناتها؟ معناتها عند اطلاق هذا الامر ولا عند تنفيذ هذا الامر، لحظة التنفيذ مش راح يتنفذ باسم اللي نفذه، لكن راح يتنفذ باسم روت. معناتها بهذا الاس راح نقوله انه اي واحد راح ينفذ هذا الامر راح يستلف الرول روت بصفة مؤقتة في عند التنفيذ. بس تكمل تنفيذ الباسورد ترجع يوزر عادي. وهذه معناتها اذا واحد راح على الاس ونزعه ولا غيره للاكس مباشره على الباس دوبلتي، شو معناتها هذه في السيستم؟ معناتها انه الانسان الوحيد اللي بامكانه يغير كلمات السر هو الروت، هو السوبر يوزر. وهذه كثير خطيرة إذا تغير هذا، مثلا إذا راح تمنع الناس أنها تغير كلمات السر في السيستم لمدة معينة، مثلا بتعمل أوديت ولا تعمل شيء من هذا القبيل ولا عندك سيكوريتي أسسمنت ولا شو راح تعمل؟ بس نزع الأس من هون، أي واحد ما عنده possibility أنه يغير الباسورد ولا كلمة السر. هذا الشيء اللي شفناه فيما يخص استعمال البرميشن. البرميشن اللي استعملناها هي، لكن الشيء اللي شفناه أنه لما نعمله touch body مثلا على ديمو فايل واعمل له، تشوفوا انه اخذ بالديفولت. هذا الديفولت مين جابه؟ جابه من الاي ماسك. الاي ماسك هو هذا. اوكي هذا بيرميس سبيشال بيرميشن، لكن هذا اللي يهمنا احنا. خلينا ناخذ الاي ماسك ونتعاملوا معاها بطريقة أخرى. أوكي راح أشرح لكم هذا بطريقة أخرى. أوكي شفنا أن الإي ماسك أعطانا 0.02. أوكي هذا بالنسبة لليوزر العادي. بعد نشوف هذا من جابه. إذا شفنا هذه وحولناها لروموز راح تكون عندنا بهذا الشكل. واضح؟ أوكي معناتها هذا الشكل اللي رجعناه بعد. خلينا نشوفه
كونسبت آخر في لينكس بالنسبة للفايل وبالنسبة للديركتوري. أكبر بيرميشن يمكن يوصل له الديركت الفايل هو 666. شو معناتها؟ معناتها على لينكس مستحيل أنك بأي طريقة يمكنك إنشاء فايل يكون عنده البرميشن اكزيكيوشن، مستحيل. ما أكبر شيء يمكن تعطيه له هو RW، معناتها هذا أكبر شيء يمكن نوصله له. بالنسبة للديركتوري ما عندنا مشاكل، لأن الدبليو عنده معنى ثاني، هو أنك تعطي البوسيبيليتي اللي عنده الدبليو أنه يتحكم في محتوى هذا الفولدر، وراح يكون عندك RWX. أوكي، شو فايدة الإيماسك؟ الإيماسك لحظة الإنشاء راح نستعمله. كيف نستعمله؟ كل permission نحط في الإيماسك لازم أمسحه من أعلى permission يمكن أعطيها للفايل ولا directory. معناتها إذا عملت فايل راح يكون الاي ماسك هو W على من؟ على الاودر. راح نروح على كل شيء يبقى زي ما هو، بس الاودر راح يكون عندهم، وهذا الديفولت بيرميشن. اذا انشأت فايل جديد راح يجيب هذا البرميشن اللي شفناه في الاكزامبل الاخر. معناته اذا انا رحت مثلا وشفت شيء ثاني، غيرت الايماسك ورجعته شيء ثاني هون، اوكي، رجعته مثلا 7، رجعته 7، وشو معناتها؟ معناتها اني هذا المكان راح يكون عندي شيء جديد اللي هو الـ R والـ W. أوكي؟ إذا رحت ننشأ فايل جديد، شو راح يصير؟ راح نحي كل الـ permission للـ order. معناتها هذه تروح وهذه تروح، وفي هذه الحالة جديد راح يكون بهذا الطريقة. ليش؟ لأنه غيرنا في الإيماسك، غيرنا في الإيماسك. ونفس الحساب راح تعمله على الديركتوري. مثلا إذا أخذنا هذا وراح نخرجه الديركتوري هذه الحالة، أوكي، راح يكون RWX، وهنا ما عنده ولا شيء. أوكي، هذا كيفية استعمال الإيماسك. الأغلبية الدوكيومنتيشن على الانترنت الناس بتفهمها على أنه ناخذ الإيماسك، ناخذ قيمة الإيماسك وننزحها من قيمة الماكسيموم بيرميشن. معناتها في الفولدر ناخذ 777، وأنا تعمدت أخذ هذا الإكزامبل بالسبعة. إذا خرجنا منها 7، شوش راح يبقى؟ 770. والغريب أنه هنا راح يكون عندك 770. تقول لي صحيح، الدوكيومنتيشن اللي محطوطة صح، لكن إذا رحنا على الفايل الحكاية راح تتغير، لأنه أنا أصلا عندي 666، وهنا راح يكون عندي 666، وهنا وشو صار؟ 6 ناقص 7. مين راح تجيب انت الواحد ولا من اجل اكمال العملية؟ مستحيل، هذا خطأ، لا ما عنده حتى معنى هذه العملية.
هي اصلا هذه لوجيكال اوبريشن، اوكي لوجيكال اوبريشن العلاقه لها مع الزائد والناقص اللي في الاريثمتيك. اوكي اذا رجعنا مثلا حاليا على الاكزامبل راح نشوفه نغيروا الماسك. اوكي واحد يمكن يغيره حتى بنفس الفايل اللي هو مثلا خليناه 7. اوكي روح ندير ماسك. اوكي ونرجع نشوف فايل تاني، راح اعمل توش الفايل تاني. اوكي اعمل له راح نشوفه هنا، راح تشوفوا انه العكس بين الفرق بيناتهم انه الاول بالاثنين كان خلانا الار، لكن بالسبعه كل شيء راح. لكن خذوا بالكم هذه اذا بس عملت باتش بروفايل خليني نشوف اذا يغيرها، ما غيرها راح اعمل اكزيت وادخل من جديد. رجعت لانه هذه اصلا نجيبوها من الفايل اللي هو في البروفايل. راح اعمل بس بيفور راح نشوف سطرين قبل الريزلت راح تشوفوا انه اعمل تيست. شو اعمل تيست؟ يقول لك ان اذا كان الاي دي جريتر على 199 اكبر 199 الاي ماسك راح يكون 0.02، اذا كان اقل الماسك راح يكون 0.0. احنا الاي دي مثلا هنا هو 1000 معناتها اكبر من 199 لوجيكال راح ياخذ 0.0. اذا رحنا على الروت عملنا اي ماسك راح تشوفوا باللي اذا حبيت انك تغير هذا القيمة بصفة دائمة بالنسبة لليوزر لي أنا كيوزر يمكن أغيرها، لازم تدخل على الباتش ارتسي وتضيف أشياء هنا يا مثلا اي ماسك ترجع دير اي ماسك 0.07 مثلا. اوكي وهذا يخليك تستعمل الاي ماسك بطريقة دائمة بال الفالور ولا الفاليو اللي اعطيتها القيمة اللي غيرتها بنفسك. اوكي مفهوم البرميشن؟ هذا الشيء لازم واحد ياخذ باله من السي اش مود. شيء ثاني في السي اش مود اذا زدتوا على الماينس ار هذه نستعملوها اذا حبينا نغيروا البرميشن انت عارف الديركتوري وكذلك المحتوى نتاعه. اوكي هذه ريكيرسيفيتي. اوكي ريكيرسيفيتي عشان تكون حتى على داخل، ونفس الشيء بالنسبة تشينج اونر. تشينج اونر لازم تحط اليوزر اللي حاب تعطيه له والجروب كذلك. اذا حاب تغير بس اليوزر تحطها هيك والفايل، اذا حاب تغير بس الجروب تحط جروب واسم الفايل ولا اسم الديركتوري اللي حاب. اوكي هل في أسئلة بالنسبة للبرميشن؟
الو تبدا المحاضرة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. مش عارف عندك مشكل. اللي عنده سؤال يمكن يحطه على الشات. اللي عنده سؤال يمكن يحطه على الشات باش تفادوا كل الناس.